مساء الخير. مات علي دوبا. مات أبرز الأسماء في تاريخ المخابرات السورية. المخابرات حارسة الجحيم الأسدي. اليد الضاربة في المجتمع السوري. عنوان البطش والسلطة القمعية على مدار أكثر من نصف قرن. الأجهزة التي من المفترض أن يكون لها اختصاصاتها بعيدا عن المجتمع والحياة السياسية والاجتماعية تدخلت بكل مفاصل الحياة وعملت بشكل منفرد، فاعتقلت وقتلت وعذبت وحاربت بقوة. نعم حاربت، ولكن ليس أعداء البلاد كإسرائيل مثلا، بل حاربت السوريين لتبقى المنظومة الحاكمة وتفنى البلاد. تاريخ مملكة الرعب، المخابرات السورية، موضوع حلقتنا اليوم من منتدى دمشق. نبدأ حلقتنا بهذا التقرير. في التسعين من العمر مات علي دوبا، ضابط المخابرات الشهير، والذي شاخ بعد مسيرة طويلة من القتل والعنف والجرائم بحق السوريين، أحد أبرز الأسماء التي خدمت حافظ الأسد طويلا وكرست حكم عائلته. سوريا الدولة الأمنية، عنوان اصطبغت به البلاد منذ أن انقلب حافظ الأسد على السلطة عام 1970، ونشط عسس أجهزته الأمنية بين السوريين، فلاحقوا المعارضين واعتقلوهم ودمروا مدنا فوق رأس ساكنيها في حماة وجسر الشغور وحلب، وبثوا الرعب في القلوب، ليغدو السوري قلقا مرتابا حتى من صورته على المرآة. للمخابرات السورية بفروعها المختلفة تاريخ طويل من القمع، بدأ مع مسيرة عبد الحميد السراج في خمسينيات القرن الماضي، والذي يعتبره كثيرون الأب الروحي لتلك المنظومة، والتي تلاشت حركتها بعد الانفصال لتعود من جديد مع انقلاب أذار وسيطرة اللجنة العسكرية على الحكم في سوريا. تلك اللجنة التي أكلت أعضاءها فسقطوا في شقاق الدم، وانتهت صراعاتهم بانقلاب الأسد، لتغدو البلاد في عهده مملكة للصمت والرعب ونموذجا للدولة الأمنية المطلقة. كتاب وباحثون كثر كتبوا عن فكرة الدولة الأمنية في سوريا ومنظومتها، وشرحوا أسباب تغولها في المجتمع، مشيرين إلى سعي حافظ الأسد إلى تطييف قيادات تلك الأجهزة، حتى إن بعض أولئك الكتاب وجد أن الخيارات كانت انتقائية حتى داخل الطائفة ذاتها، مقصيا بذلك عشيرة عن أخرى. خلال انطلاق الثورة السورية ارتفعت وتيرة الجرائم التي قامت بها تلك الأجهزة، وكشفت صور قيصر المسربة عن حجم الإجرام الممنهج الذي ارتكبته وما زالت ترتكبه في المجتمع، المجتمع الذي كان وما زال آخر أولويات النظام المتحكم بالبلاد. لمناقشة موضوع حلقتنا نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، الكاتب محمد برو، ومن مكتبنا في عمان الضابط المنشق عن الأمن السياسي العميد منير الحريري، ومن فرنسا الكاتب والسياسي مازن عدي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. أبدأ معك عميد منير، لعل من المفيد بداية معرفة آلية صنع القرار في الأجهزة الأمنية. هناك عشرات الأفرع الأمنية، أجهزة أمنية منتشرة في طول البلاد وعرضها، بعضها يتبع لوزارة الداخلية مثل الأمن السياسي، بعضها يتبع لوزارة الدفاع مثل المخابرات العسكرية. لدينا أيضا مكتب الأمن الوطني الذي كان يسمى مكتب الأمن القومي. السؤال هو كيف يتخذ القرار؟ هل هناك جهة مركزية تصدر قرارات لكل الأفرع والأجهزة الأمنية، أم أن القرار مستقل لدى كل جهة؟ مساء الخير لك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. أخي الكريم، قبل إحنا ما نتخذ أو ننتقل نحكي عن آلية صنع القرار في الأجهزة، لازم إحنا نعرف شو هالأجهزة ونعرف عليها
وشو تركيبتها وشلون بتشتغل آلية عملها. هذا الحكي كله قبل آلية صنع القرار. آلية صنع القرار طبعا إذا بدنا أنت أجاوبك على سؤالك، كل فرع هو يتخذ قراره من نفسه، كل إدارة تتخذ إدارها. طبعا عندنا شعبتين مخابرات اللي هي شعبة الأمن السياسي وشعبة المخابرات العسكرية، وعندنا إدارتين للمخابرات هي إدارة أمن الدولة وإدارة المخابرات الجوية. هذه الإدارات وهذه الشعب كل واحدة لها رئيس، وكل واحدة قرارها يتخذ من نفسه، يعني رئيس الشعبة هو المسؤول عنها، بالإضافة إلى مدير الإدارة هو مسؤول عن اتخاذ كل القرارات. طبعا هذه الشعب وهذه الإدارات لها فروع مركزية في المدينة في دمشق، ولها فروع في كل المحافظات الـ14 في سوريا. بعضها طبعا بيكون أقسام ضمن المحافظات، لأنه مثلا المخابرات الجوية ما عندها فروع في كل المحافظات، لكن عندها أقسام في كل المحافظات. أريد صنع القرار هون بهالحالة هاي يتخذ أول شيء في كل فرع على حدة، ولكن يتشاور من مدير الإدارة، يعني لا يتخذ أي قرار بشكل كبير، يعني إذا كان هناك حجم لاتخاذ القرار لابد منه على صعيد كبير مش على صعيد المحافظة، بتم بده يشاور طبعا، بنكتب كتاب لمدير الإدارة، ومدير الإدارة ببت فيه إما مباشرة أو بحيله لمكتب الأمن الوطني اللي هو صار ينسق عمل الأجهزة بعد طبعا يعني بعد ما استلموا الحقيقة هشام باختيار، لأنه مكتب الأمن القومي كان سابقا اسمه هو مكتب تابع للقيادة القطرية لحزب البعث، وكان مكتب غير فاعل سابقا، رأسه طبعا أحمد دياب في بدايات الأول ما تشكيله، بعدين رأسه الكسم، بعدين رأسه عندما رأسه هشام باختيار الحقيقة قوي هذا المكتب وصار له أثر في صنع القرار، صار له أثر بتجميع الفروع الإدارات والشعب أنه من خلاله يشتغلوا وينسقوا العمل، لأنه هو صلة الوصل بينه وبين الرئيس. واستعان طبعا هشام باختيار واللي بعده إجوا بكل الضباط اللي كانوا على مدراء إدارات وسرحوا أو أنهم بالفروع المركزية الهامة، جعلهم أنه هو عنده مستشارين ومتعاقدين مع هذا المكتب، لذلك هو قيوا عمل وصار. إذن صنع القرار بيتم دائما من الهرم وينزل إلى القاعدة في الأمور الثقيلة أو الأمور الاستراتيجية، أما في المسائل العادية البسيطة كل فرع هو بيتخذ قراره. وإحنا بنعرف الفروع الأمنية فيها مثل الإعلام، يعني هناك سبق أمني مثل السبق الإعلامي، هو الشاطر اللي هو بيكون أكثر جبروت وأكثر قوة وأكثر قبضة حديدية وأكثر اعتقالا وأكثر ترهيبا للناس يتخذ هذه. لذلك في بدايات الثورة بلشوا أن هم يحسبوا الفروع على حساب أنه قديش بتعتقل وقديش بتقتل وقديش بتحب. طيب يعني هذه مثلا حين يقوم عناصر أو ضباط بانتهاكات ما أو بجرائم، يكون هناك قرار من سلطة عليا أو ربما يتخذ يعني أفراد هذه القرارات؟ التعليمات أخي الكريم هي التعليمات صريحة، بتكون تعليمات بدون يعني تصرفوا بدون حدود، ما فيش محاسبة. وإحنا بنعرف سابقا ولاحقا أنه الفروع الأمنية هي بعيدة عن السلطة القضائية، ما في إلها ملاحقة، وذلك صدر بمرسوم من حافظ أسد سابقا ومن بشار أسد لاحقا أنه هناك حصانة لكل العاملين في الفروع الأمنية من أجل طبس كل جرائمهم وإخفائها أو عدم ملاحقتهم على الجرائم اللي هم بيتصرفوا فيها. لذلك هناك حكيت أنا أنه اللي يعتمدوا على السبق الأمني يعتمدوا على الجبروت والقسوة، يعتمدوا على القرارات اللي فردية التي هي تؤمن بالعنف الشديد لإحكام القبضة الحديدية على المجتمع. ومنعرف إحنا سوريا انحكمت من خلال هذه الأجهزة الأمنية الأربعة، وهناك أجهزة خاصة طبعا غيرها، لكن هذه الأجهزة الأمنية حكمت
بالحديد والنار البشر والحجر، وجعلت المجتمع السوري كله مخبرين ويتجسس على بعضه، لأن هؤلاء الناس اللي موجودين في سوريا تتدخل المخابرات في كل التعيينات الموجودة في سوريا، في تعيين من 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 آذن المدرسة لخادم الجامع إلى مدير عام إلى وزير إلى أعضاء مجلس الشعب إلى القضاة إلى المحامين بالنقابات، كل هؤلاء تديرهم الأجهزة الأمنية ويتحكموا فيهم، بمعنى أنه كل واحد بده يصير من هؤلاء بيكون بالمسؤولية حكما، بده يكون هو محمي بمسؤول أو مغطى بمسؤول من خلال الدراسة ومن خلال النصح ومن خلال التوجيهات. لذلك هم الأجهزة الأمنية تتدخل في التاجر وفي الصناعي وفي العامل وفي الموظف وفي المدير وفي الوزير وفي عضو مجلس الشعب وفي كل شيء في سوريا، حتى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية اللي هي كانت مشاركة في حزب مع حزب البعث كنا نراقبها، وإحنا لنا صلاحيات مع هؤلاء مع قائدتها مع كبارهم أو مع اللي هم أدنى من ذلك، كل هذه الأمور كلها متابعة من قبل أجهزة المخابرات. طيب سأعود إليك لتفاصيل إضافية، لكن أسأل أستاذ محمد، الحقيقة ضمن هذا السياق تشير دراسة لمركز عمران تقول بأنه أجهزة الأمن السورية تتسم بالسيولة واللامحدودية، لا يعرف يعني المرء ما هي صلاحياتها بالضبط، ما هي وظائفها، أين تقف حدودها، ما تفسير ذلك؟ يعني هذا الحقيقة حصل في عهد حافظ الأسد. قبل حافظ الأسد كانت الأجهزة أكثر انضباطا إلى حد ما، لكن بعهد حافظ الأسد وخاصة بعد سنة 80 لما أعلن معركته على الشارع السوري، صحيح بزراعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب الصغيرة المعارضة، لكن عمليا حافظ الأسد خاض معركة أمنية شرسة، معركة وجود مع الشارع السوري. هذه المعركة اقتضت أن يمنح صلاحيات غير محدودة للأجهزة الأمنية، وبالتالي هي تتكيف وفق رؤية محددة أو هدف ثابت واحد هو حماية النظام وترسيخ آلهة الرعب. هذا الهدف الأساسي المحوري لأجهزة المخابرات السورية. أي عمل يمكن أن يكتسب صفة شرعية طالما يخدم هذا الاتجاه. بهذا المعنى لا يمكن تحديد قواعد يعني انضباط أو قوانين أو شيء لضبط هذه الأجهزة. وبعد ما كسب حافظ الأسد الجولة، يعني بعد 1985 أو 90، هاي الأجهزة صارت جسم كبير جدا وصارت متغولة في الشارع وصارت يعني تفعل دورها بآلية مثل السرنمة كما يسير الإنسان النائم بدون توجيه. يعني إضافة أنه ضمت إلى جحافل هائلة من الأفراد اللي مشان يحافظوا على مواقعهم ومناصبهم، حتى المناصب الصغيرة، حتى معلم المدرسة أو آذن المدرسة مثل ما ذكر، صار حريص يكون له ارتباط وتنسيق مع الأجهزة الأمنية ويودي لهم صدى الأحداث التي تقع أو العبارات التي تدور في المقاهي والشوارع. فكل هذا يقتضي السيولة وعدم السير وفق قواعد منضبطة. أنت تقول أستاذ محمد أن الأجهزة الأمنية في سوريا يعني يفترض هو جهاز الأمن والمخابرات يكون له دور في ضبط الأمن، لكنه تمام. في سوريا لا، يعني لا يعملون على ذلك، ولا حتى كما تقول على موضوع قمع المعارضة السياسية مثلا، بل هناك ما هو أبعد من ذلك تسميه نشر الرعب. بالضبط، عمليا قمع المعارضة السياسية تم في زمن قصير ولم يبقى صوت يعلو أبدا في سوريا لمدة سنوات طويلة، لكن ترسيخ الرعب اللي هو عمليا آلية الحكم في سوريا وفي معظم الأنظمة القمعية، لكن سوريا والعراق كانوا حالات متقدمة جدا جدا عما سواهن. فترسيخ الرعب بيقتضي هذا النمط من العمل، وترسيخ الرعب هو دور الأجهزة الأمنية. خليني أذكر لك حادثة بسيطة جدا جدا. أحد أصدقائنا المعتقلين من الجزيرة السورية خرج من السجن عمره تقريبا 78 سنة، في ليلة من الليالي الساعة 2 بالليل بياخدوه من بيته بلباس النوم، بيروح لعند رئيس الفرع، فرع الأمن السياسي، بيجلس بيقول له أنت فلان؟ بيقول له نعم. بيقول له بعام 58 أنت الأمن المكتب الثاني أو يعني فرع الأمن استدعاك لهون وتميت عنده أربعة أيام؟ بيقول له نعم. بيقول له مشان إيش؟
فبيبتسم الرجل بيقول له أنا ما أنا شايفني رجل عجوز يعني أنا أسماء أولادي بخرط فيهم الآن. فما عرف الجواب ردوا لبيته. هو الضابط مو جابه مشان يسأله مشان يحسسه هو وكل الطيف الاجتماعي المحيط فيه إنه نحن وراكن وراكن على كل لمحة حتى على الماضي السحيق من 50 أو 60 سنة نحن بنرجع بنسألكن وبنحاسبكن. فترسيخ الرعب في المجتمع السوري هذا أهم دور قام ونجح في جهاز طبعا الأمن. حضرتك يعني معتقل سابق وأمضيت سنوات في سجن تدمر رغم أنه كنت قاصر يعني حين اعتقل تحت ال 18 سنة بالضبط. وبالتالي يعني تقول أنه حتى أيام حافظ الأسد وأيام الثمانينات مثلا أجهزة الأمن لم تكن تطارد الأشخاص بسبب يعني نشاط سياسي ما أو خوف من معارضة سياسية بالضبط وإنما بالضبط. تتوجه للمجتمع كاملا تماما يعني لذلك على التقارير الكيدية واللي جهاز الأمن بدقائق بيقدر يميز فيها يعني هذا تقرير كيدي مكتوب فيه أحيانا تقارير يعني مثلا أنه فلان روى منام أنه نظام الأسد صار عليه انقلاب هذا رجل اعتقل لأنه سرد هذا المنام تصور ما في قانون ما في نص قانوني بيجرم الإنسان روى منام أيا كان لكن عمليا هي أي زريعة ولو زريعة تافهة يعني وصلوا بالأمر في مرحلة من المراحل أنه بلتغطوا ناس من الشوارع على يعني أنه شكله ما كتير عجبه أو شاف منه طلع فيه بتحدي أو هيك شيء ويلفق له تهمة الغاية حشد أكبر عدد من المعتقلين لخنق المجتمع وأنه المجتمع صار يحاسب نفسه أشد من حساب المخابرات بالمناسبة هذا الرعب اللي رسخه خلال هذا الزمن الطويل اللي حكم فيه الأب والابن إلى اليوم أنت تجلس مع سوريين خارج حدود سوريا في المنافي يعني قسم كبير منهم ما بيجرؤ يأخذ راحته في الحديث ويصرح عن آرائه بسبب هذا الرعب اللي تكلس في النفوس يعني أذكر ربما جميع السوريين يعني من أعمارنا ومن هم أكبر يذكرون أنه حتى واحد بالبيت كان يخاف يقولوا له طبعاً. الحيطان إلى أدان طبعاً. ما تحكي طبعاً. مثلاً بالسياسة وبالتالي يعني هي ليست كما تقول مجرد ملاحقات لمن عليه شبهة أو خوف يعني من نشاط سياسي صح. وإنما بغرض نشر الرعب تقول طيب هذا يجعلنا نسأل أستاذ مازن كيف تشكلت بداية هذه الأجهزة كيف جرى تأسيسها كيف نشأت وتطورت حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من السطوة الكبيرة للأجهزة الأمنية وتحولت سوريا يعني توصف بأنها دولة أمنية مساء الخير للجميع مساء الخير للزملاء بدي أحاول أكمل الشيء اللي ذكروه زملائي طبعا ألقوا الضوء على جانب الشيء اللي بدي أجاوب عليه هو أنه هالأجهزة تشكلها من أجل فهم تشكلها لابد من ربطها بالمنظومة السياسية والقانونية يعني هذه الأجهزة اللي استلم حافظ أسد واللي قدر يبني عليها في خلفية سابقة يعني باعتقادي عام 63 مع انقلاب البعث كان مفصل تاريخي صار فيه قطع بالتطور الطبيعي كان للوضع السوري في فترة نضال ضد الفرنسيين والاستقلال وكان يعني بمعنى ما المنظومة الدستورية والقانونية كان لها دور وجود وعم تفرض نفسها ب 63 صار مفهوم ما يسمى ادعاء الشرعية الثورية وأعلنت حالة الطوارئ وفرضت الأحكام العرفية طبعا قانون الطوارئ هو قانون صدر ب 62 لكن أنه له شروط ولو يعمل فيه فقط بحالة الحرب والكوارث الطبيعية لكن جرى استغلاله ب 63 بحيث أنه قانون الطوارئ تطبيقه هو إطلاق يد السلطة يعني مجلس قيادة الثورة هو الذي أصدر الأحكام العرفية كان تقريبا القرار رقم 2 ونهج سياسة بمعنى ما قوننت الاستبداد قوننت الأجهزة الأمنية والمؤسسات يعني التأسيس الحقيقي للأجهزة الأمنية هو صار بالفترة بين 63 و 70
بالسبعين صار في انتقل لحالة أخرى. فما ممكن نشوف أنه مثلا بالأربعة وستين لما صدر قانون معاداة أو مناهضة أهداف الثورة اللي بيعطي فرصة للسلطة تحاكم أي إنسان على رأيه أو حتى على الإشارة وأحكام توصل للإعدام. القونا أيضا هو تسلط إلغاء استقلالية القضاء السلطة القضائية، يعني قدر تمكن بأحد المراسيم بال66 بعمليا غير كل بنية المجلس القضائي اللي له وضعية مستقلة، واللي صار رئيس الجمهورية وصار وزير العدل وصار موظفين من قبل وزارة العدل، وبالتالي ألغى هذا الجانب. فإذا نهج إلغاء الحريات، كتم الأنفاس، إلغاء حرية التعبير، إلغاء الصحافة، شيئا فشيئا مصادرة الحياة السياسية، وانتقلت حتى فيما بعد بعهد حافظ أسد إلى مفهوم أيضا إلغاء أي استقلالية نقابية تحت زريعة النقابية السياسية. يعني بمعنى ما تمكن هذا النظام من أنه يتحول إلى نظام شمولي، اقتدى جزئيا بتجربة بعض البلدان الاشتراكية السابقة، ولكن هذا الشيء عطى إمكانية لأنه يطور هالأجهزة الأمنية. مثل ما ذكروا الزملاء أنه بالبداية كان في شعبة سياسية، في شعبة المخابرات العسكرية، لكن هو قدر بعام 69 مثلا هذا النظام أحدث ما يتعلق بجهاز أمن الدولة، إدارة المخابرات العامة بأمن الدولة، واللي فيما بعد صارت أحد الأركان الأربعة. شعبة المخابرات الجوية أيضا تطورت وتحولت إلى مؤسسة كاملة لها منتهى الصلاحية. هو الأخطر اللي حكوا عليه الزملاء أنه هالمجموعات، كل هالمؤسسات تعمل بعيدا عن الحساب، مفلتة من أي عقاب، بعيدا عن الحساب، لها حرية التصرف كاملة، وصدرت مراسيم بهالخصوص، سواء مثل ما ذكر المرسوم من قبل حافظ أسد ومن قبل بشار أسد. موضوع الخوف هي شيء مكمل لشيء آخر، يعني من أجل فهم الحالة ودور الأجهزة الأمنية، أنك أنت بدك تصادر الحياة السياسية، بدك تلغيها. كان عنده أكثر من وسيلة لإلغاء الحياة السياسية، سواء من خلال الجبهة التقدمية اللي صارت أداة طيعة بيد ما يسمى بالحزب القائد وبالتالي بالأجهزة الأمنية، وأيضا استخدم مؤسسة الأوقاف والمؤسسات الدينية وأئمة الجوامع أيضا للدعاية ومن أجل عملية التبرير وإخضاع النظام. وأي اعتراض هو مصيره طبعا القمع وبس الخوف في داخله. يدرك النظام تماما، تدرك السلطة الأسدية أنه خصم الحقيقي هو الشعب، هو الجمهور، وليست فقط قوى المعارضة. قوى المعارضة بدون حاضنة شعبية لن يكون لها أي وزن. لذلك هو بعام 79-80 لم يقمع فقط النقابات المهنية أو يقمع التنظيمات مثل التجمع الوطني الديمقراطي أو الإخوان المسلمين أو غيرهم، وإنما قمع ملايين الناس لما حاصر حلب، حاصر حماة، حاصر معظم الشمال، وكان يجري عملية تأديب. فإذا هو يدرك تماما أنه خصمه الأساسي هو الشعب، يدرك أنه اغتصب السلطة وليس له أي شرعية سوى شرعية الأمر الواقع. بعهد حافظ أسد انتقلت إلى الشيء العائلي الفردي، يعني المحاولة كل الأجهزة هي مرتبطة فيه، وكل جهاز أيضا يتجسس على الأجهزة الأخرى. طبعا كانت أكثر ثقة هو المخابرات القوى الجوية. المخابرات العسكرية مهمة جدا لأنه الإبقاء إمساك الجيش بشكل جيد، إمساك مفاصله الأساسية بمجموعات موالية تماما، ما يتعلق بأجهزة جهاز أمن الدولة واللي كان مهم هو الجهاز الفرع الداخلي واللي استلمه محمد ناصيف لفترات طويلة، كان هذا
مسؤول عن إذا بدنا نقول تنظيم الحياة السياسية والمدنية بما فيها موضوع الوزارات، ما يتعلق حتى بالقوى السياسية، ما يتعلق بالتعيينات، ما يتعلق بكل شيء. طيب خلينا نسأل هذا السؤال بما أنه معنا يعني العميد منير. عميد، أنت عايشت فترة يعني عقود من الزمن في كضابط في الأمن، وقلت يعني أنه كان هناك تدخل في كل مجالات الحياة، كيف كان يجري ذلك؟ أخي الكريم، الأجهزة الأمنية طبعاً الأربعة كل واحد له اختصاصاته. إحنا مشان نكون أمور واضحة طبعاً، هلأ العسكرية هي لازم تختص فقط بالجانب العسكري، الجوية لازم تختص بالأمن المطارات والقوى الجوية وأمن الطائرة الرئاسية للرئيس، أمن حرسه الشخصي. اللي لازم يتدخلوا بالحياة المدنية هم الأمن السياسي وأمن الدولة. جهاز الأمن السياسي هو طبعاً عملياً تابع لوزارة الداخلية نظرياً، لكن عملياً هو أحد الأجهزة المخابرات الهامة جداً، لأنه يرتبط بحياة المواطن اليومية في كل شيء. لذلك أنا راح أعرض لك هلأ أقسامه، شوفوا الأقسام اللي هو فيه، كيف بيتم رقابة الناس من خلاله. كذلك أمن الدولة هو جهاز طبعاً غالباً بأخذ ضباط وعناصره من وزارة الدفاع ومن الداخلية، من الداخلية طبعاً كثير، وهناك في جيش من المتعاقدين بالنسبة لأمن الدولة، لذلك أغلبهم بيكونوا هم معهم شهادات جامعية، وأفراد وعناصره بأخذهم من الجيش ومن وزارة الداخلية. كل جهاز له اختصاص معين. إمتى صار تداخل هذه الاختصاصات؟ أثناء أحداث الإخوان المسلمين، يعني في الثمانينات قوي جهاز الأمن العسكري بشكل كبير وأخذ دور كبير جدا، لأنه كان كوادره أكبر كوادر موجودة بالأجهزة الأمنية، يعني وبيأخذ من الدورات الجيش، دورات الجيش، بينما الأمن السياسي بيأخذ من متطوعي الشرطة، بينما أمن الدولة بيأخذ غالبا من قليل من المتطوعين وكثير من المتعاقدين، وقليل نظام التعاقد كان موجود فيه. لذلك السطوة الكبيرة كانت هي للأمن العسكري، الذي برز كأحد أذرع النظام القوية، الذي كان يمتلك عناصر كثيرة وآليات كثيرة. كي نستفيد من الوقت عميد منير، وكان دعم يعني كثير، خاصة أنه علي دوبة، ندخل في المهم. مثلا ذكرت علي دوبة، هذه الأسماء الكبيرة التي كان لديها سطوة كبيرة، علي دوبة، ونتحدث عن محمد ديب زيتون، سابقا كان في يعني وصولا للوقت الحالي جميل حسن وعلي مملوك، دائما هناك أسماء مرعبة يعني في سوريا. من يحدد الصلاحية؟ هل الاسم هو الذي يفرض يعني مقدار السلطة والسطوة، أم الجهة أو الشعبة أو الجهاز الأمني الذي يعمل به؟ الحقيقة الأسماء اللي تم اختيارها مثل علي دوبة، استلم هو فترة طويلة من 73 لل 2005 تقريبا جهاز المخابرات العسكرية، فترة طويلة شيء 30 سنة. محمد الخولي استلم فترة طويلة، هذول اللي كانوا على دور حافظ أسد، واستلم الأمن السياسي أحمد سعيد صالح، واللي وعد نم بدر حسن، فترات طويلة جدا كل واحد شيء 15 سنة. المخابرات الجوية طبعا نشطت أكثر مؤخرا، طبعا هي نشأت المخابرات الجوية كانت هي قسم تتبع للأمن الجوي إلى الأمن العسكري، أو المخابرات اللي شعبت المخابرات العسكرية. بال74 شكلوا الإدارة وأعطوها لمحمد الخولي وقتها وطورها كثير. النظام كان يعتمد على أسماء كبيرة جدا، وهي روافع للنظام، وهم معروفين مثلا هلأ شفيق فياض، عز الدين ناصر، إبراهيم الصافي، يعني أسماء هناك كثيرة استخدمها النظام من أجل أنه يكونوا هؤلاء اللي استلموا القوات واستلموا الأجهزة واستلموا الفيالق فيما بعد. هؤلاء أسماء كبيرة جدا. وعلى أي أساس يعني يتم تعيين هذه الأسماء؟ هل هناك معايير مثلا؟ أول شيء، أول معيار هو الطائفية، لأنه إحنا بنعرف أنه الأغلب هؤلاء الأجهزة الأمنية أو أغلب رؤسائها هم علويون. اثنين، التركيبة اللي دخلها حافظ أسد وللجيش، الجيش السوري طبعا هلأ كان مكون تقريبا من 60,000 ضابط،
50,000 ضابط من العلويين و10,000 يمثلوا بقية الطوائف السنة والمسيحيين والدروز وغيره من الطوائف أو النسيج السوري. حتى الأجهزة الأمنية بشكل مباشر وخاصة الأجهزة الأمن العسكري والأمن الجوي أغلب ضباطهم وأغلب عناصرهم هم من الطائفة العلوية. هناك في بالأجهزة بجهاز الأمن السياسي وجهاز أمن الدولة هناك في تنوع بالطوائف من كل الطوائف، لكن عمليا يتم اختيار الأكثر شراسة الأكثر عدوانية، حتى اللي هو ضمن ضمن هذه الفروع من غير الطائفة هو بصير أشد منهم لأنه بده جاريهم أو بده يمشي معهم أو بده يكون هو ينفذ، لأنه عليه رقابة مثل ما حكوا الشباب. الأجهزة تقريبا بتراقب بعضها، وهناك فروع تنصت على الضباط. طبعا كان عندنا سابقا قبل الثورة 40,000 جهاز تنصت يتنصت على 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 المسؤولين في النظام وعلى قطع الجيش، صارت أكثر من 150. كان لديكم وين في يعني في الأمن السياسي؟ لا لا لا، في الفرع 211 والفرع 225 هي المسؤولة عن التنصت ومسؤولة عن الفرع، هي فروع الإشارة. اثنين نقطة ثانية بدنا نحكي فيها، هناك تم اختيار شخصيات وازنة أخرى بالنسبة لفرع أمن الدولة. مثلا محمد نصيف اللي استلم من فرع أمن الدولة فترة طويلة كمان، هو المهندس الأول للسياسات أو للعلاقات السورية الإيرانية، هو اللي وطد العلاقات السورية الإيرانية. أتى بعده باجد سليمان، ومنعرف باجد سليمان، بعدين توفيق يونس، بعدين إذن هذا كلها أسماء بالنسبة للناس مرعبة. لذلك كان كل فرع، طبعا إحنا بالنسبة للفروع كل فرع له مربع أمني أو له يعني مثلا مدينة دمشق إحنا نعتبرها قسم للمخابرات العسكرية، قسم للأمن الجوي، قسم للأمن السياسي، وقسم من المدينة لأمن الدولة. هاي كل الأنشطة هم بيتابعوها من خلال دورياتهم من خلال كوادرهم، بالإضافة للفروع اللي موجودة. طيب. طبعا في كل شعب المخابرات. تفضل. طيب ربما أعود إليك، لكن يعني أنت ذكرت عدة نقاط الحقيقة عميد منير، وأحدى هذه النقاط أريد أن أسأل أستاذ مازن عنها، وهي قضية التطييف، تطييف الأجهزة الأمنية. ولعل أستاذ مازن يعني أكثر جهاز من أجهزة الدولة تظهر فيه هذه القصة تطييفة هو المخابرات، ويعني منذ زمن بعيد الحقيقة تحدث كثيرون منهم ميشيل سورال يعني عالم الاجتماع الفرنسي قبل حوالي 40 سنة أشار إلى ذلك، لأن حافظ الأسد قال يعتمد على العصبية الطائفية بشكل أساسي في كتابه طبعا سوريا الدولة المتوحشة. كيف تجلى ذلك أستاذ مازن، وكيف حصل بداية؟ النهج الأساسي من البداية يعني بعملية الاستئسار للسلطة جرى الاعتماد على عصبية، على انقسام عمودي بالمجتمع. يعني دائما الحاكم المستبد يسعى إلى أن يكون مجموعة يضمن ولاء، فكان العصبيات، إثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العشائرية بإمكانها أنه هالأمر تخدم الحاكم. فعمليا هو نجح النظام بدنا نقول من بعد 63 بعملية التطييف، كانت تتم بشكل تدريجي على مستوى الجيش، وجرى حتى التخلص يعني من إذا بدنا نقول على مستوى المؤسسة العسكرية من مراكز تأثير أخرى كانوا يعتبروها منافسة، إن كانت سنية ولا درزية ولا مسيحية وآخرين. فعملية التطييف بمعنى ما الاعتماد على أبناء من الطائفة العلوية، هذا الشيء تم بالتدريج بعد عام 70، هذا ترسخ أكثر، مو فقط حتى ترسخ، هناك كان في أشكال من تقاسم إذا بدنا نقول بالقرار، مشاركة بالسلطة من خلال حتى العشائر. يعني علي دوبة بيمثل المتاورة الميلاتية، فلان بيمثل الحدادين، فلان بيمثل خط الخياطين، كان حريص أن يشرك ضمن يعني الطائفة قرار السلطة، بينما الأطراف الأخرى يشركها في المغانم. هذا الفرق. أكثر طائفية كانت بجهاز القوى الجوية، يعني هذا الجهاز
المخابرات الجوية المدلل لأنه يعتبر حافظ أسد شخصيا لعب دور بتكوينه بإنشائه. محمد الخولي كان شخصية رقم ثلاثة بمرحلة من المراحل بداية الثمانينات رئيس الجهاز. المخابرات العسكرية طبعا بشكل كتير كبير. بالنسبة لمخابرات العامة أو السياسية طبعا كان يحرص أنه الرؤساء يكون وجوه من غير الطائفة العلوية، يكون وجوه سنية أو مسيحية أو إلى آخره، بس فعليا كان مفاصل القرار ممسوكة. يعني هو حول الطائفة العلوية حولها لوقود لأغراضه، ولا يخدم الطائفة بقدر ما هو بده إياها أداة من أجل تثبيت حكمه وسلطته وحكم عائلته. يعني هذا الشيء ينبغي استيعابه بشكل جيد لفهم طبيعة العلاقات حتى بأوساط الطائفة العلوية. قسم اللي موجودين بشمال النهر ولاءهم ضعيف، يعني كان يعتبر بيعاملهم معاملة المناطق أو الأوساط الثانية. هذا النهج الطائفي حتى بتعامل الأمن بداية الثورة في المناطق كان الأكثرية السنية، كان التعامل مسموح إطلاق النار والقتل، بالمناطق الأخرى غير مسموح. يعني هذا النهج هو مقصود من أجل بمعنى ما شروخ بالمجتمع، ويقدر يشد الطائفة وتوريطها إلى جانبه حتى لو إلى الهلاك أو إلى الجحيم. هذا النهج طبعا أشار له ميشيل سورا، أشار له يعني هذا يرجع حتى لأيام ابن خلدون لمفهوم العصبية اللي ممكن كان اللي عم يعتمد عليها. وبشار الأسد طبعا تابع بهذا الاعتماد بأشكال مختلفة. طيب، يعني هذا النهج المنفلت من كل ضوابط يبدو أستاذ محمد، وكأنه يعني ليس هناك رقيب على الإطلاق على الأجهزة الأمنية، هل هذا أمر طبيعي أيضا يعني قياسا مثلا بدول الأخرى حتى لو كانت ديكتاتورية؟ لا، حتى الجهاز الأمن السوري الحقيقة ليس خارج الرقابة، هو تحت رقابة القصر عمليا، القصر الجمهوري، وحتى التعيينات الكبرى تصدر من القصر الجمهوري ومن شخص حافظ الأسد شخصيا يعني. لكن أيضا القوانين، يعني القوانين ليست وحيا من السماء. يعني مثلا بعام 69 صدر المرسوم التشريع رقم 14، في المادة 16 منه تقول لا يجوز محاكمة أي عنصر أمن يرتكب جريمة أثناء تهديده لخدمته وواجباته إلا إذا أمر المدير، مدير الشعبة تبعه بذلك. يرتكب جريمة، جريمة يعني قتل مثلا، بتر، هي الجريمة. فإذا ارتكب جريمة لا يجوز ملاحقته قانونيا إلا إذا رئيس الفرع، رئيسه لهذا العنصر، رفع فيه كتاب في مذكرة قضائية، وبالتالي مش بس شرع له القتل وجعله عبد لهذا السيد، لأنه هو تحت رحمته، إذا شاء أن يمضي قراره القضائي ببعثه للإعدام، فيصبح أداة إجرام خاصة برئيس الفرع يرسله أن شاء. القانون مثلا 49 اللي صدر ب 1980 اللي بنص على إعدام أي منتسب لجماعة الإخوان المسلمين بدون أي جريمة، بدون أي فعل، مجرد الانتساب لهذه الجماعة. وهذا الانتساب أحيانا يعني يحصل كما حصل معي بقراءة منشور أو بعزومة طعام أو بضيافة. أنت لم تكن منتسبا للإخوان، بالضبط، مجرد أنا قرأت مثلا صحيفة صار أصنف، ويعني الأشخاص اللي معي لأنه أكبر مني سنا تم إعدامهم بهذا القرار. فإذا يعني فكرة القانونية يعني مش هي فكرة دائما شافعة لإجرام النظام، الإجرام يقنن. حافظ الأسد مثلا الإعدامات اللي أعدمها كلها أعدمها وفق قانون، وإنشاء له محكمة ميدان، محكمة ميدانية بيسمح فيها قانون الطوارئ، حالة الطوارئ اللي تخضع لها البلاد، وهكذا. كنت شاهد على حوادث يعني خلال فترة أيضا يعني لقضيت وتعاملك مع الأمن، يعني سواء في السجن أو حتى لاحق يعني حين اعتقلوك ولاحقا حتى بعدما خرجت من السجن كان هناك أيضا يعني مراجعة دائما للأفرع الأمنية. بالتأكيد، دعني أسرد لك نقطة، إلى أي درجة هناك سيولة وهناك إطلاق يد
في معنا كان صديقنا رحمه الله العميد جميل عكام، عميد في الدفاع الجوي، معتقل ورجل كبير السن. بعد 14 سنة من السجن، القصر الجمهوري وبسبب تقرير طبي اجت لجنة طبية عاينته وقررت انه هذا الانسان يعني في طريقه الى الموت بسبب امراض عضال يعانيها، فاطلقوا سراحه. اجى الامر من القصر الجمهوري الى شعبة المخابرات الجوية اطلاق سراحه، فقامت المخابرات الجوية امتثلت للامر اطلقت سراحه على باب الفرع وتم اعتقاله بنفس اللحظة، يعني ثانية واحدة تم اطلاق سراحه واعتقلوه مرة أخرى. طبعا هذا الأمر القصر الجمهوري مو غائب عنه، لكن لا يعاتب فيه. أنت ما يعني بقدر ما يتمادى الفرع في الحفاظ على أمن النظام وإشاعة الرعب والبطش بالناس، هذا يعني يحسب له. ما رجعوا القصر الجمهوري، رجع بعد سنة أخرجوا، رجع كمان أطلق سراحه لمدة دقيقة واحدة واعتقلوا، لسه ما غادر درج الفرع. في المرة الثالثة خرج ومات بعد أشهر قليلة. فلك أن تتخيل يعني قديش هالفروع مطلقة أيديهم، وقديش أنه الضابط الوحيد هو الولاء لهذا الإله اللي هو المتمثل برئيس الجمهورية. مع ذلك كل ما عدا ذلك مسائل يمكن أن يصفح عنها. هل تغير شيء خلال حكم بشار الأسد وخلال الثورة لاحقا؟ الحقيقة أنت يعني عندما تغرق مساحة ما بالماء لا تحتاج مرة أخرى أن تغرق، يعني هي شبعت من البلل. المجتمع السوري لما استلم بشار الأسد كان والده عبد له الطريق، لو مشى 10 كيلومتر حافي لن يصطدم بحصات واحدة. فبشار الأسد لما استلم الحكم لا يوجد يعني مش معارضة، لا يوجد إنسان يفكر يعني أن يرفع ببصره إلى الأعلى، فهو مو محتاج لممارسة هذا البطش. لكن تمت أجهزة الأمن تتابع الناس، ويعني مثلا أجار بيت التنازع على حفلة زفاف يتدخل الأمن وبيطلب العناصر يجوا يستنوا بالفرع 4-5 ساعات لتتم مقابلتهم وفض النزاع ببوسة شوارب وبيدفعوا أتاوات وبيخرجوا. هذا كله استثمار لهي حالة الرعب، ما ترك مفصل من مفاصل الحياة في سوريا إلا الأمن كان شريك فيها ومتدخل فيها ومستثمر وناهب للأموال. فما محتاج هو يعني أنت بعد ما سحقت الناس ونيمتهم على الأرض مشان إيش بدك ترجع تضرب مرة أخرى؟ أستاذ مازن، كيف ترى الدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية خلال فترة حكم بشار الأسد قبل وبعد الثورة؟ عفوا، سؤال أستاذ مازن. بالنسبة للشيء اللي ذكره زميلي، إنه بالنسبة لحافظ هو أسس هالمؤسسات بشكل قوي وكبير، وفعلا لما استلم بشار عمليا هو كان مطوق بهذه الأجهزة، وحتى هامش المناورة خارج هذه الأجهزة كان هامشه كثير ضعيف. يعني فظاهريا حاول بالبداية بموضوع بخطاب القسم إظهار شكل من أشكال التغيير على النمط اللي حاول محمد السادس لما استلم الحكم بالمغرب أنه كمان يعمل تغييرات وإصلاحات. محمد السادس مشي بالإصلاحات لوصل لدرجة أنه يكون الحكم رئاسة الحكومة من المعارضة، بينما الفسحة اللي بشار الأسد اللي أعطاها بخطاب القسم لم تستغرق أشهر. يعني لما ربيع دمشق نشط وبرز وكان في طوق شديد عند الناس لتتنفس ولتكسر حاجز الخوف، كان سريعا جرت أعمال القمع من جديد. طبعا أنا يجوز بريد نوه أنه من شان من كلام زميلنا أنه الشعب رغم كل هالأشكال لم يستسلم، يعني بمعنى ما لم تتوقف محاولات السوريين أفراد أو بعض قوى أو كذا من مقاومة هذا النظام، سواء كان بالثمانينات بالتسعينات بالمرحلة اللي بعدها إلى أن فترة الثورة. رغم أنه المناخ العام هو سيطر على النظام وأمسك فيه، لكن بقية الأشكال المقاومة هي قائمة. طيب. وأشكال
المقاومة هي القائمة الجنينية، هي اللي لعبت دور فيما بعد بربيع دمشق، وهي اللي لعبت دور فيما بعد بمساهمتها بالثورة، الثورة اللي انطلقت بال2000 بال2011. يعني الوقت شرف على النهاية بفعلا، تغولت أكثر، تغولت بالإجرام أكثر، الصلاحيات أوسع، لا يعني فهذا الشيء. لكن اللي حصل بعهد بشار الأسد واللي حصل لما النظام عمليا تصدع، لم يعد هذه البنية الشمولية القوية اللي كان بالفترة ببداية الثورة أو بعهد حافظ أسد واقعيا بعد التدخل الإيراني والتدخل الروسي بمساندة النظام المجرم بإجرامه. بعد هذا التدخل عمليا بدأت تشترى ولاءات، يعني طيب. بمعنى ما لم يعد بشار الأسد لديه القدرة والسلطة مثل ما كان سابقا بالمرحلة الأولى. طيب نحن يعني وقت انتهى أسد. لكن أعطي العميد منير باختصار، كيف تصف دور الأجهزة الأمنية بعد الثورة باختصار؟ الأجهزة الأمنية بعد الثورة طبعا هي شاركت بالثورة في بداياتها لنهاياتها للآن، وكل القطع العسكرية كانت تتحرك بأس المخابرات، خاصة العسكرية والجوية، ولا أي قطعة ولا أي معتقل ولا أي قصف ولا أي توقيف ولا أي احتلال إلا ما كانت مشارك فيها المخابرات. طبعا احنا خلينا نكون بس دقيقين جدا، سوريا تعتبر غابة أو مزرعة يعتبرها آل الأسد أنها ملكهم، والأجهزة الأمنية هم المنفذون فيها، وبقية السلطة التنفيذية هم عبارة عن رعاة، وهذا حقيقي. نحن نتدخل في تعيين الوزراء، نتدخل في تعيين المدراء، نتدخل في تعيين أي أحد في توظف في سوريا. وأنا حكيت قلت لكم من آذن المدرسة لأهل آذن الجامع يتم استدعائه، لا يعطى الوظيفة أنه يصير بالوظيفة إلا ما أخذ هذا الإذن، ما أخذ موافقة أمنية. الوزراء نفس الشيء، يتم دراستهم من كل الأجهزة الأمنية الأربعة وتقاطع المعلومات، وعندما يصبح الشاطر من الأجهزة الأمنية بيقول له أنا اللي حطيتك وأنا اللي وضعتك، مشان هو ابتزازه. الأجهزة الأمنية مشاركة في كل شيء في سوريا، مع صغار الكسبة، مع التجار، مع المقاولين، مع النقابات المهنية، مع الاتحادات، مع العمال، مع المصانع، مع المزارع، أي وحدة صغيرة أي وحدة كبيرة مشارك فيها. على مستوى العقود والمقاولات مشاركة فيها الأجهزة الأمنية، وإحنا شفنا التدخلات اللي أي عقد بيقع على مواطن بده يكون واحد من هؤلاء الناس بقول له أنا إلي 20 أو 50 أو 70 حسب. ولذلك يعني توصف سوريا بأنها يكون دولة مخابراتية. شو هي المناقصة؟ انتهى وقت الحلقة فيها. أشكر جزيلا ضيوفنا العميد منير الحريري الضابط المنشق عن الأمن السياسي كان معنا من عمان، والأستاذ مازن عدي الكاتب والسياسي من فرنسا، ومعنا في الاستوديو الأستاذ الكاتب محمد برو. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة من منتدى دمشق، إلى اللقاء.